أكد الرئيس السيسي أن البنية الأساسية في مصر أصبحت متطورة، مشيرا إلى تنفيذ ما يقرب من 6000 مشروع بتكلفة 8 تريليونات جنيه. وأشار الرئيس السيسي خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري الصربي أن مصر لديها بنية تحتية هائلة ولديها سوق واعدة. عندنا ما يقرب من 60000 ميجا، وعندنا حوالي 25% من الطاقة الكهربائية متوفرة. نفس الكلام ينطبق على الغاز، كان برضو عندنا نقص في الغاز، لكن الحمد لله لدينا فائض وبيتم تصديره دلوقتي. ده أنا بتكلم على الطاقة اللي هي لازمة لأي صناعة أو أي مستثمر عايز يتحرك. بالإضافة لكده الحقيقة خلال 7-8 سنين اللي فاتوا دول اتعملت بنية تحتية، أنا بقولها بتواضع، هائلة. احنا عملنا ما يقرب من 6000 مشروع يتكلفوا حوالي 8 تريليون جنيه عشان نأهل الدولة المصرية لأن هي تكون جاهزة للعمل لشعبها، وأيضا تشجع المستثمرين على أن هم يجدوا فرص موجودة في مصر.